أقيم اليوم الحفل السنوي الخامس لمركز القيادة والتحكم التابع للمديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة الشرقية، وهذا المركز معني في التعامل مع الحالات الطارئة المؤثرة على الصحة العامة. اليوم احتفلنا بالجهات المشاركة في الفرضيات التي أقيمت خلال العام الماضي، ومن خلال هذه الفرضيات نعرف أن هناك استعدادات وجاهزية لمركز القيادة والتحكم في المنطقة بشكل عام. هذه الفرضيات وهذه المحاكاة للحالات التي سوف قدر الله إذا حدثت في المنطقة نكون بحمد الله على أهبة الاستعداد مع مشاركة كافة جميع القطاعات. قمنا اليوم الحفل في تكريم الجهات المشاركة والتي حصلت على أعلى درجات تأهيلية في عملية الجاهزية، وهذا الشيء جاء بدعم وتوجيهات من سمو أمير المنطقة وسمو نائب أمير المنطقة، وأيضا ومتابعة وحرص دقيق من معالي وزير الصحة للاستعدادية والجاهزية لمركز القيادة والتحكم في المنطقة الشرقية. وشكرا لكم.